بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. هلأ بالفيديو لليوم راح أتعلم كيف نضيف الترجمة الخاصة بمتصفح فايرفوكس. يعني في كثير الأحيان تتصفح مواقع من خلال المتصفح الفايرفوكس، فتحتاج إنك تضيف الترجمة على المتصفح عشان تفهم الشيء الموجود بالمواقع. هلا أنا بالنسبة لي في عندي هذا الموقع الموجود عندي هون، بدي أعمل له ترجمة بس ما عم أفهمه بشكل منيح، عشان هيك بدي أضيف ترجمة على متصفح فايرفوكس. الطريقة راح تكون على الشكل التالي: راح نروح على الصفحة الرئيسية الخاصة بالمتصفح، بعد راح نضغط بالأعلى على اليسار في 3 شخطات فوق بعض زر القائمة الموجودة بالأعلى على اليسار، راح نكبس عليها ضغطة. ننزل لتحت في عندك مجموعة من الخيارات، راح نختار شيء اسمه الإضافات والسمات، راح نكبس على خيار الإضافات والسمات. بعدها راح نشوف هون بالأعلى في عندك هوك مثل المربع للبحث عن إضافات، راح نكتب باللغة العربية كلمة ترجمة. هلا بعد ما كبست هون كلمة ترجمة راح أعطي بحث بهي الأيقونة، ضغط يطلع عندي جميع الأيقونات الخاصة بالترجمة. راح أضيف هاي الإضافة اللي حملها حوالي 574,000 مستخدم، هاي الإضافة الموجودة عليها وراح نكبس عليها ضغطة. هلا يطلع عندي مربع نكبس على خيار أضيف إلى فايرفوكس. هلا أعطي أضيف، يطلع عندي الأيقونة هاي. تريد إضافة ترجمة لصفحات الويب لهذا الامتداد التصريح؟ أعطي أضيف. هلا عم يطلب مني إنه أعطيه السماح، أحط هون إشارة تشيك وأعطيه هون السماح. حسنا، هلا طلع عندي الأيقونة الموجودة عندي هون على الشكل التالي بالمتصفح. إذا فتحنا المتصفح عم يكون عندي الأيقونة الموجودة هون عن الخاصة بالترجمة. هلا بدي أفتح الموقع اللي حاولت ترجمه وراح أشوف رح تضيف ترجمة أو لا. فتحت هذا الموقع من خلال المتصفح. هلا عشان ترجم هاي الموقع راح نكبس على إشارة الأيقونة الموجودة عندي هون، ضغطه أعطيه ترجم. فهيك بكل بساطة ترجم الموقع اللي بدي أتصفحه من خلال متصفح الفايرفوكس. هلا إن شاء الله تعالى الفيديو بيكون انتهى، ونشوفكم بالفيديو القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.